المزيد بينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف. دكتور علي، أهلا بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز في هذه الجولة. أبدأ معك من هذه الإشادة من رئيس مجلس الوزراء بمدينة الصناعات الغذائية بالسادات، وأيضا المسألة المتعلقة بالنظم العالمية، يعني الجودة العالمية، وأيضا تحقيق الأمن الغذائي. التوازن بين الجزئيتين كيف تتابعه؟ إلى أي درجة هو مهم؟ اهلا بحضرتك فندم. طيب، في الموضوع ليه كذا جانب حقيقي. الجانب الاول ما يتعلق بتوطين الصناعه، وفي توجه للدوله المصريه توطين الصناعه بكافه اشكالها اللي يتناسب مع المرحله التنمويه اللي بيتمر بيها الاقتصاد المصري حاليا. الحاجه الثانيه، لما بنتكلم على الصناعات الغذائيه فهي صناعه ذات طبيعه خاصه جدا لارتباطها بقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة معروف أنه بيضم مواطنين في الريف المصري في معدلات فقر مرتفعة عن باقي أنحاء مصر، وبالتالي التركيز على التصنيع الغذائي معناها أن هيترتب عليه دعم غير مباشر للقطاع الزراعي من خلال زيادة القيمة المضافة للسلع والمنتجات الزراعية اللي ممكن تصنيعها، وبالتالي رفع القيمة بتاعتها بيعود عليه على الشريحة من الشعب. نعم. طيب، هذا فيما يخص مدينة الصناعات الغذائية. فيما يخص أيضا التصريح المتعلق بموتزوات التقرير اللي صادر عن هذه المؤسسة الكبيرة، والإبقاء على الاقتصاد المصري عند مستوى بيتو، وهنا الحديث عن النتائج في هذه الإشارة، بمعنى أنه كيف ينعكس تثبيت هذا التصنيف بالنسبة لمصر على باقي محاور الاقتصاد وباقي النتائج في المرحلة القادمة؟ تمام. أنا ليه ملاحظة، أنا كنت متوقع حقيقة أنه تصنيف مصر هيرتفع مش هيستك، لسبب لأنه أداء مصر في 2020 أبان أزمة كورونا كان أداء الاقتصاد المصري صحيح. أداء راقي جدا، وأن الدولة الوحيدة اللي حققت معدل نمو اقتصادي في المنطقة هي هو. بالإشارة لهذه الجزئية، وكان في أصلا إشادات في هذه الجزئية فقط، يعني بعيدا حتى عن المؤشرات، كان في فيما يتعلق بالتغلب على جائحة كورونا وانعكاسها على الاقتصاد، كان في يعني إشارات كثيرة في هذا الجزء، في هذا الجزء تحديدا. صحيح. دي حاجة. الحاجة الثانية، كل المؤشرات الدولية بتقول، سواء توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الاثنين بيتوقعوا معدلات نمو مرتفعة في 2021 2022 و2023، استقرار سوق المال في مصر، عدم وجود أي مخاوف متعلقة بعدم استقرار سياسي أو أمني، ولذلك أنا كنت حقيقة متوقع التصنيف. نعم، لكن التثبيت بينعكس أيضا على باقي المحاور كالاستثمار والاستثمار الأجنبي وتوجه المستثمرين ناحية الدولة المصرية وهذه الأمور. صحيح، لسبب، لأنه من ضمن الحاجات الأساسية اللي بينظر ليها المستثمر الأجنبي مدى التصنيف. نعم، الائتمان. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف، على كل هذه التفاصيل.